في هذه النسخة لموسم 1961-1962 شارك 29 فريق، وقيمت القرعة في 4 يوليو في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن بتقسيم القارة في المرحلة التمهيدية إلى منطقتين جغرافيتين شمال وجنوب. في الشمال يوجد 15 فريق وفي الجنوب 13، ويتأهل عن طريق القرعة فريق واحد من كل منطقة إلى دور 16. وكانت نتائج القرعة على النحو التالي: في المنطقة الشمالية فورفورتس الألماني الشرقي في مواجهة لينفيلد الأيرلندي الشمالي، سبورا لوكسمبورغ في مواجهة بولد كلوبن الدنماركي، غورنيك البولندي في مواجهة توتنهام هوتسبير، كوتنبرغ السويدي في مواجهة فاينورد الهولندي، نورنبرغ الألماني في مواجهة دروم كوندرا الأيرلندي، موناكو ورينجرز، وأخيرا ستاندر ليج البلجيكي في مواجهة فريدريكشتاد النرويجي. أما هاكا الفنلندي فتأهل عن طريق القرعة إلى الدور التالي وهو دور 16. في المنطقة الجنوبية دوكلا براغ في مواجهة سيسكا صوفيا، سيرفيت السويسري في مواجهة هيبرنيانز المالطي، باناثينياكوس في مواجهة اليوفي، فاجرش الهنغاري في مواجهة ريال مدريد، سبورتنج لشبونة في مواجهة بارتيزان اليوغوسلافي، استوا بوخارست في مواجهة استرا فيينا. أما فنربخشة فكان من نصيبها أن يتأهل عن طريق القرعة إلى دور 16، ليصبح مجموع المتأهلين من المنطقتين 15 فريق بالإضافة إلى حامل اللقب بنفيكا. تباينت نتائج المرحلة التمهيدية ما بين مواجهات تجاوزتها فرق بسهولة ومواجهات كانت متكافئة. في مواجهة توتنهام أمام غورنيك البولندي كان الأمر مختلف. في بولندا خسرت توتنهام 4-2، لكن في الإياب سجلت توتنهام انتصارا كبير بنتيجة 8-1. سجل كليفورد جونيس 3 منها وروبرت سميث هدفين. ريال مدريد تجاوز خصمه فشش الهنغاري ذهابا 2-0، وإيابا 3-1، شهد التألق تيخادا القادم من الغريم برشلونة، سجل هدفين في الذهاب وهدفا في الإياب، بالإضافة لهدفين سجلهما دي ستيفانو. أما بقية النتائج، غادر سبورتنج لشبونة مبكرا بعد أن سقط أمام بارتيزان اليوغوسلافي. رينجرز يكسب موناكو ذهابا وإيابا بنفس النتيجة 3-2. اليوفي يتجاوز الدور الأول لأول مرة بعد أن أسقط باناثينياكوس في الإياب 2-1، وكذلك فعل أسترا فيينا على حساب استوا بوخارست بعد أن فاز إيابا 2-0. دوكلا براغ بصعوبة تجاوز سيسكا صوفيا في الإياب 2-1. أما فاينورد فكان في مهمة سهلة على حساب غوتنبرغ السويدي بعد أن اكتسحه 3-0 و8-2. أما فورفورتس برلين الألماني الشرقي وجد نفسه متأهلاً إلى الدور التالي بعدما رفض الأيرلنديين الشماليين منحهم تأشيرات دخول إلى بلادهم. أما نورنبرغ الألماني الغربي تأهل على حساب دروم كوندرا الأيرلندي بسهولة، كذلك بولد كلوبن على حساب سبورا لوكسمبورغ، وستاندر ليج على حساب فريدريكشتاد، وسيرفيت السويسري على حساب هيبرنيانز المالطي. في دور 16 تواجه ريال مدريد مع الفريق الأقوى هجوما في الدور الأول وهو فريق بولد كلوبن الدنماركي، واستطاع ريال منع خصمه من تسجيل أي هدف في المباراتين، وفوق ذلك سجل 12 هدفا في مرمى، فاز ذهابا في الدنمارك 3-0 وإيابا على ملعبه 9-0، سجل دي ستيفانو منها 3 وبوشكاش 3. بدأ بنفيكا حملة الدفاع عن لقبه في مواجهة أسترا فيينا، وبعد التعادل ذهابا 1-1 استطاع على ملعبه في الإياب من الفوز 5-1 في مباراة سجل فيها لاعب للتو تعاقد معه نادي بنفيكا وهو في عمر 19 قادما من موزمبيق اسمه أوزيبيو. بعد أن استغل تردد غريم سبورتينغ الذي أراد التجربة أولا، لكن بنفيكا دفع 350 ألف سكودو برتغالي. وواصل دوكلا براغ التشيكوسلوفاكي مشواره في البطولة بعد أن عاد من خسارة الذهاب أمام سيرفيت السويسري 4-3 بفوز في الإياب بنتيجة 2-0. لم ينتظر توتنهام لمباراة الإياب في مواجهته ضد فاينورد الهولندي، وحسم الأمور في روتردام بنتيجة 3-1، وفي لندن إيابا انتهت المباراة بنتيجة 1-1. Andere kant toen Dyson uit een vrije schop de bal achter Pieter Schaafland. Scholl scoorde met een kopbal het tweede Londense doelpunt. Stand op 2-1.
أما في بقية المواجهات، واصل اليوفي مشواره بعد أن فك عقدة الدور الأول باكتساح بارتيزان اليوغوسلافي 2-1 و5-0، رينجرز كذلك على حساب وورفرز الألماني الشرقي. أما فنربخشة فلم يستفد من التأهل المباشر عن طريق القرعة بعد أن سقط أمام نورنبرغ الألماني ذهابا وإيابا، وكذلك الحال كان لهاكا الفنلندي بعد أن خرج على يد ستاندر ليج البلجيكي. في ربع النهائي توقف رينجرز بعدما سقط أمام ستاندر ليج في الذهاب 4-1، ولم يصعبه فوزه بالإياب بنتيجة 2-0، لتكون النتيجة الإجمالية 4-3 لصالح الفريق البلجيكي. حامل اللقب بنفيكا ورغم خسارته ذهابا 3-1 أمام نورنبرغ، أكد لاعبيه قيمتهم الفنية بعد أن فازوا بالإياب بنتيجة 6-0. مباراة الإياب شهدت تألق جديد لأوزيبي بعد أن سجل هدفين، بالإضافة لأغوستو الذي سجل هدفين أيضا. لم يمهن البرتغاليين خصمهم كثيرا من الدقيقة الأولى هدفا لأغوش، أما أن وصلت المباراة للدقيقة 20 حتى أصبحت النتيجة 3-0 ليتم حسم الأمور مبكرا. توتنهام وبعد خسارة ذهابا أمام دوك الأبراغ 1-0 في مباراة على ملعب مغطى بالثلوج، جاءت مباراة الإياب على ملعبه في نفس الأجواء. الفريق وصل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الـ FA Cup وفي المركز الثالث في بطولة الدوري مطاردا للمتصدر بيرلي، ورغم المنافسة على جميع البطولات استطاع التعويض إيابا بنتيجة 4-1. تقاسمها ديفيد ماكاي وروبرت سميث لكل منهما هدفين. وفي قمة ربع النهائي بين ريال مدريد واليوفي استطاع كل فريق من هزيمة الخصم على ملعبه بنتيجة 1-0، ليضطر الفريقين إلى الذهاب لمباراة فاصلة على أرض المحايدة. وعلى ملعب حديقة الأمراء في باريس تواجه الفريقين لحسم بطاقة الصعود إلى نصف النهائي. الريال قبل هذه المباراة خسر آخر مواجهة له في الليغا أمام ريال بيتيس 2-1، لكنه متصدر قبل نهاية الدوري بخمس جولات بفارق مريح عن مطارديه أتلتيكو مدريد وبرشلونة، بالإضافة لوصوله لربع نهائي الكأس. أما اليوفي فلم تكن الأمور على ما يرام، مركز ثامن في بطولة الدوري وخارج حسابات المنافسة، لذلك ليس أمام الفريق سوى هذه البطولة وبطولة الكأس. وكان أبرز نجوم الفريق القائد الويلزي جون تشارلز بالإضافة إلى الأرجنتيني عمر سيفوري. Vous venez de voir comment à la 35e minute, le diablotin italo-argentin Simori recevant la balle à la limite des 10, et c'est bien ce qu'il a fait. Bravo. Et c'est Terrade qui marque le troisième but du Real à la 38e minute de la seconde mi-temps. Une action merveilleusement conduite. مواجهات نصف النهائي ريال مدريد أمام ستاندر ليج، بنفيكا وتوتنهام هوتسبير. حسم ريال مدريد مواجهة نصف النهائي أمام ستاندر ليج بعد أن فاز ذهابا في السانتياغو 4-0، واصل اتخاذ تألق وسجل هدفين وهدف العادة من دي ستيفانو وآخر من كاسادو. أما الإياب تكفل به بوشكاش وديل سول وانتهت للريال 2-0.
أما النصف النهائي الآخر كان أكثر ندية بعد فوز بنفيكا في الذهاب 3-1، لكن في الإياب فلا تحامل اللقب بعد أن خسر في لندن 2-1، يصعد بعد أن تفوق على توتنهام بمجموع المباراتين 4-3. وفي الثاني من شهر مايو 1962 وعلى الملعب الأولمبي في أمستردام وبقيادة الحكم الهولندي ليورن، ستقام المباراة النهائية بين ريال مدريد وبنفيكا. جاء يوم الثاني من مايو 1962 والريال قد حسم بطولة الليغا وتأهل النصف نهائي الكأس على حساب برشلونة لتكون الثلاثية متاحة أمام الملكي. أما بنفيكا ابتعد عن المنافسة على الدوري بعدما انحصرت بين سبورتينغ وبورتو، وفي هذا النهائي إما محافظ على اللقب أو يسترده الريال. Zoals ik u zei, Horn klaar en hij fluit nu voor het begin. Dat wordt een doelpunt. Ja! Mooi schot. Goal! Fluit duidelijk te kennen waar de spelers moeten staan. Tegen de paal! Kans om te schieten. Ja! Goal! En het is gelijk. Fabio. Oh! Ja, doelpunt. Neemt hem. Neem dat in tweeën. Doelpunt! In de Europa Cup. En nu fluit scheidsrechter Horn. Minder verrassend eigenlijk wel. Al was bij menig in Real Madrid door zijn grote routine, zijn ervaring, nog wel favoriet. Maar ditmaal toch met van het begin af aan eigenlijk wel gelijke kansen.